جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجويعية رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول أم فهد، تقول: عندما كنت صغيرة وضعت الوشامة في يدي وأنا جاهلة لا أعلم أنها حرام، فلما كبرت علمت بأنها حرام. أفيدوني أفادكم الله، ماذا يجب علي أن أفعله؟ هل أزيله أم أتركه؟ جزاكم الله خيرا. عمل الوشم حرام وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، وهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. ولكن ما دمت قد فعلتيه في حالة الجهل ثم تبين لك أنه حرام، فعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تستغفريه مما حصل، وإذا أمكن إزالته بدون ضرر فإنه يزال. أما إذا لم تمكن إزالته أو كان في إزالته ضرر عليك فلا يزال، دفعا للضرر، ولكن عليك بالتوبة والاستغفار. نعم.